ان شاء الله. احمد عبد القادر في الاولمبياد لما ما انضمش المنتخب الاولمبي زعلت؟ لا لازم ابقى بصراحه مع حضرتك، طبعا زعلت جدا. اي لاعب طبيعي انه يزعل، انت كان نفسك تبقى موجود في القائمه طبعا وتبقى تلعب باسم بلدك، ده طبيعي. بس طبعا ده كله في الاول وفي الاخر راي جهاز فني وانا مش هقدر اتدخل فيه يعني. ما حصلش وقتها تواصل جهاز الفني، حد تواصل معاك هتكون موجود مش هتكون موجود؟ لا. بالرغم انك انت ما شاء الله كنت متالق في الدوري الممتاز وقتها. الحمد لله، يمكن انا رحت معسكرين قبل السفر على طول. رحت يمكن اخر معسكر الدنيا ما كانتش واضحه لان انا ما كنتش اعرف فعلا انا هسافر ولا لا. فبس لما خلاص القائمه اعلنت خلاص بتبقى صفحه، خلاص انا يعني مش موجود، فبضطر ان افصل بقى من دماغي واحاول اركز في استكمال الدوري وادوس على نفسي اكتر واكتر واثبت للناس فعلا ان انا كنت بقى حق ان انا موجود في القائمه يعني. بس لكن انا لو بتسالني بصفه شخصيه طبعا اتمنى ان انا كنت ابقى موجود، وفي الاول وفي الاخر زي ما قلت لحضرتك ده راي جهاز فني مش هقدر اتدخل فيه.